الناس اللي مشيت فيها الموقع الالكتروني واللي ولا عنده واحد الصدى طيب عند الناس، ونتمنى ليه ان شاء الله التوفيق اكثر من المزيد من التوفيق ان شاء الله. السؤال انا براسي طرحته البارح، طرحته امام الناس الصحافه وامام الناس لان بزاف ديال الناس كيتكلموا على المغرب الفاسي في المقاهي في المواقع الالكترونيه في الاذاعات، وكتسمعهم الناس مثلا منهم مسيرين منهم منخرطين، لان المغرب الفاسي خصها تصلاح وخصها فيها مشاكل وفيها واحد العدد الامور اللي ما عجبش واحد العدد ديال الناس. حنا كانت الامنيه ديالنا هو ان كل شيء بالامس في الجمع العام، في الجمع العام ديال الامس يكون يحضروا هاد الناس اللي عنده شي طرح يحطوا، اللي عنده شي سؤال يحطوا، اللي عنده شي حاجه اللي شي حاجه مثلا اللي غادي تكون في صالح المغرب الفاسي يدلي بها. بان كنتفاجئ بان كاين 14 منخرطين من 64 منخرط بقيت 14 منخرط. انا وهذا في الحقيقه كتحسب هذا الشيء، انا كنت كنعرف 64 منخرط غير رقم وصافي. كاين واحد هاد المنخرطين اشبه، كاين مثلا كيجي واحد كيعطي واحد مثلا واحد المبلغ مادي باش يساعد الماس، ولكن داك المبلغ المادي كيدير فيه واحد المجموعه ديال المنخرطين، مجموعه المنخرطين اسماء كيحضروا للجمعه العامه لا الرياضه لا حتى شي حاجه ما كيحضروش فيها. الاكثر من هذا الشيء هو ان عاود مثلا كتاخذ اللائحه ديال الرئيس كتلقى فيه واحد العدد فيها خوه فيها ولدو فيها واحد العدد ديال الاسماء خوتو ولادو وناس ما كتعرفهمش كاع كتسمع لهم ما كتعرفهمش شكون هما الناس المنخرطين. هذا ولا كيضرب السميه ديال المغرب الفاسي وكيضرب اسم وبفريق كله. وانا كنرجع لواحد القضيه ديما كنت كندوي على قضيه المنخرط، انا دائما نهار كنعقل على نفسي اليومين هذا في المغرب الفاسي وانا كنتكلم على المنخرط، لان المنخرط في المغرب الفاسي عمره ما كيكون منخرط 100%، كاين المنخرط اللي هو بصح واحد فئه قليله وكاين المنخرط اللي مؤدى عندهم، وهذوك هما اللي معاهم المشكل دائما. المؤدى عندهم المؤدى عندهم هما دائما معاهم المشكل. انا بالامس كنت كنتفائل كنت كنقول على الاقل يجي واحد المنخرطين، لكن الناس اللي جاوا داك العدد اللي جا ماشي مشكل، يشوفوا شنو هو الواقع ديال المغرب الفاسي، شنو هما الحلول، لان يعني المغرب الفاسي مرة في ازمه، المغرب الفاسي راك تحت الصف الاخير. على دور الازمه اللي قلتها السي بناني، هو هاد الازمه ديال الماس واش موضوعيه ولا ذاتيه؟ ما هي موضوعيه ما هي ذاتيه، هادي واحد الازمه كيخترقوها شي ناس اللي كي اول كيستافدوا بالمغرب الفاسي، كاين اللي كيستافد ماديا وكاين اللي باغي يستافد معنويا غير بالاسم ديالو باش يمشي شي اذاعه ولا شي حاجه يسمى الاسم ديالو راه كاين موجود، هو راه ما كاين والو ما كيسدي المغرب الفاسي حتى شي خدمه. المغرب الفاسي دابا اليوم ملي كتشوف الرتبه ديالها وكتشوف الامكانيات اللي عند المغرب الفاسي وكتشوف الرجال اللي واقفين مع المغرب الفاسي كتحير كتقول علاش هاد الناس على الاقل ما يجيوش تبع الجمع العام؟ واش يجيو الجمع العام الا كنتو مصاوين فري الا كيعيط الجمع العام كان في مدينه فاس معاه واش يقولوا الدار البيضاء؟ واخا خلينا نزيد الدار البيضاء تو ما عندي عليهم مؤاخذه بعض الناس، ولكن البارح راه كان الجمع العام سيدنا في مدينه فاس، وهاد الناس اللي كيدعيو بالحب ديال المغرب الفاسي الا كنتي كتبغي المغرب الفاسي وعندك ليها واحد السم واحد الحب واحد راه كاين ومنخرط ومسير وراه المغرب الفاسي كانت بعد الجمع سيدنا حداك مدينه فاس. بالنسبه كما قلتي ديال المجموعات كاين الدار البيضاء وكاين فاس، شنو ممكن لك تفسر لي هذا؟ ديما حنا كنلقاو هذا المشكل ديال الدار البيضاء فاس ديما المغرب الفاسي. انا كنظن هاد الناس اللي خلقوا هذا الاسم ولا اللي خلقوا هاد التركيبه، انا بالنسبه لي الناس مرض نفساني، لان ما يمكنش تقول لي دابا انا عايش في مدينه الدار البيضاء وانت دابا انت جالس معايا في ظريف مدينه فاس، اش غتحسبني على الدار البيضاء ولا مدينه فاس؟ انا لما كنت لي بالبطاقه الوطنيه ديالي انا مزداد مدينه فاس، يجي شي واحد يقول لي انت من الدار البيضاء ولا يقول لي انت من القمر ولا يقول لي حتى لا دابا مشيت خرجت فرنسا عشت واحد 10 سنين شي واحد يقول لي فرنساوي انا ماشي مغربي انا. دونك هذه ناس انا بالنسبه لي ناس اما عندهم شي عقده من مدينه الدار البيضاء الله اعلم، انا ما اما ناس مساكن كيخلقوا هذا الجو هذا اللي ومن اكثر من هادش مدينه الدار البيضاء مدينه مغربيه كيعرفوا الناس بان العاصمه العلميه مدينه فاس والعاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء.
الفريق المغربي الفاسي من اليوم تكون اليومين هذا هو كيستقات من مدينه الدار البيضاء، من عند حي الفاس اللي في الدار البيضاء، اللي عندهم شركات وعندهم معاملات تجاريه كبيره، اللي عندنا الشركات الكبرى وهادشي ما موجودينش في فاس، اللي في الدار البيضاء. مثلا لما كناخذ دابا غير المستشعرين مثلا انجيليك ولا جي كي سي سي ولا اي مستشعر كيجي كيجي مدينه الدار البيضاء، ونقول لك المستشعر سيدي ما تجيش انت مدينه الدار البيضاء، لا حنا على الماتش فاس، وجيب لنا خويا شي مستشعر انت مدينه فاس الله يخليك. جيب شي واحد يساعد هذا المصر، بما ان راه كاين الناس كيستافدوا من هذه المدينه، استافدوا في البقع الارضيه، استافدوا في العقار، استافدوا بواحد الشيء كثير ماديا، واستافدوا من هذه المدينه ومن الخيرات ديال المدينه، وما كيساعدوهاش، كيساعدوش هذا الفريق هذا. استافدوا استفاده شخصيه. بالنسبه للسي سي محمد، كيفاش كيشوف الاستقاله ديال ولي العلاج الظرفيه؟ كان الولي العالمي كان عنده السنه الفارطه كان عنده واحد التوجه، كان عنده واحد التوجه ديال استشاري وديال يجمع ما بين كافه الناس جميع المكونات، ما كنقولش فاس ولا المكونات ديال فاس، وكانت عنده هذه النظره. وحقيقه جا واحد الوقت اللي نقل فيه المغرب الفاسي من واحد الحاله اللي كانت زعما مزريه، ونقل المغرب الفاسي بمجهودات ديال ديالنا كاملين وديال الناس والاخوان وكل شيء ساهم في هذا، الا ان في اخر سنه من بعد الجمع العام هكا فوضنا له باش يدير المكتب، لان قلنا السنة راه يكون واحد التكوينه هي معقوله وغادي من بعد ما يخرج التولوث ويكون ولا كيدير شي مسائل ما كيستشرش مع شي واحد، بما فيهم الانتدابات اللي داروا 8 ولا 9 الانتدابات كلها فاشله، واللي طلبت واحد المبالغ الماليه اللي مهمه، ولا كيدير شي بوحدو ما عرفناش معاه من ما كيستشر مع شي حد، لما كتسول الناس ديال المكتب يقول لك حتى انني كلمت الناس ديال المكتب، انا ما يمكنش نكون داخل المكتب والرئيس كيدير اللي بغا، ما يمكنش، انا ما عنديش مكان في المكتب. الرئيس وصل لواحد الحاله بعد لا سيما بعد الاقصاء ديال كاس العرش وبعد الهزائم المتتاليه، وبعد حتى الصندوق ديال المغرب الفاسي ما بدا كيفراه من المال، ما بقاش فيه الامن، ما بقاش فيه السيوله الكافيه باش يسد الحاجيات ديال المغرب الفاسي. تما حس بان راه ما بقاش عنده فين يزيد، لان كما كنقولوا حنا الدجاج وصل الحيط. دونك الحل الوحيد ديالو هو اولا جاه مرض الله يشافيه، وكان الحمد لله دابا اليوم راه بصحه جيده، وثانيا من بعد ما عرف راسو بان فشل في هذه المده ديال 3 شهور ديال التسيير، لا من ناحيه الانتدابات ولا من ناحيه المصاريف ما ديال شي، كان عنده الحل الوحيد هو قدم الاستقاله ديالو. هو الحل بالنسبه كاين جمع عام اللي كان الامس وتقرر جمع عام دابا 15 يوم. لا ما كاينش 15 يوم، القانون كيقول 6 ايام اقل مده. 6 ايام اقل مده. واقصى مده 15 يوم. يعني ان مازال ما تحددش التاريخ. انا كنظن غيكون في هذه المده 6 ايام، لان الميركاتو الشتوي قريب يسرد. ويمكن على الاقل غتبقى لك واحد الفتره ديال 3 ايام و4 ايام على الاقل. باش يمكن لك تقدر تعتق اللي غتعتقوا في هذه المده هذه، ما تقدر تلقى واحد الصيغه باش يمكن لك مثلا، لان المغرب الفاسي اليوم حاليا محتاجه للتعزيزات من اللاعبين، لان كاين عدد ديال، لان حتى المدرب ما كيدخل كيبقى المنتوش عنده فارغ. هادشي شنو هو؟ هادشي من الاخطاء ديال بدايه السنه ديال الانتدابات اللي قام بها السي رشيد ولي العالمي بدون استشاره ديال اي شي واحد، هادشي كان كيديرو يمكن هو والمدرب ولا يمكن بوحدو ولا العلم ولا تابع، ملي كتسول المدرب كيقول لك انا بزاف الانتدابات ما حضرتش، يعني لما كتسول رشيد طاوسي يقول لك انا مثلا كنت في العمره وجيت لقيت، وانت مشيتي للعمره وانت اجير عند فريق، حتى السي رشيد ولي العالمي من الاخطاء اللي ارتكب، كيفاش تسمح لواحد الانسان اجير عندك وانت مادي ليه واحد الواجب ويمشي للعمره وهو مادي هذاك الوقت ديال العمره اللي انت مخر؟ هادو من الاخطاء اللي ترتكبات من بدايه السنه وملي واللي كانت تراكمات ووصلنا للحاله اللي حنا فيها اليوم. بالنسبه للجمع العام المقبل، واش كاين نيه ديال اللجنه المؤقته او رئيس؟ هي اللجنه المؤقته كانت احسن ما يكون، باش ما يبقاش ديك، حيت دابا اليوم كاين واحد الحزازيات ولا حزازات، كاين اليوم
شكون الرئيس، علاش انت ما كنتيش رئيس، علاش رغم ان راه انا كنتحدى اي واحد يجي يقول لك انا ترشح رئيس مدينه فاس، كيقولوا لا لما كتجي له معقول ما كتلقى حتى واحد. حتى دابا راه باب الترشيح باقي مفتوح. حتى دابا اللي كيقول انا اللي غيكذب كلامي يجي دابا ان شاء الله ست ايام ولا خمس ايام ويترشح للرئاسه ديال مصر ديال الجميع. المصر ماهي ديال عمرو اللي يزيد، اللي عنده القدره وعنده برنامج وعنده يزيد. اصلا ما قالتش واحد، واللي هو منخرط ماشي عضو في المكتب، غير منخرط وكيحس بنفسه عنده الكفاءه باش ياخذ هذا الفريق يزيد ويجيب. دابا اليوم خصك تخرج بمكتب، وهذا المكتب انا على ما سمعت وعلى بعض الاستشارات مكتب اللي غيكون مؤقت ديال مده 6 شهور، غيكون مكتب ديال من هنا لاخر السنه. مرحله. ولما ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه المرحله تكون ان شاء الله نحاولوا ونطلبوا من الله يعاوننا ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون مرحله انقاذ المغرب الفاسي من سقوط القسم الوطني الثاني، لان احنا اليوم راه في اخر بديل، احنا اليوم راه كنحصلوا مرتبه 15 ومرتبه 16. احنا اليوم خصنا دابا كنقولوا باش نشوفوا نحاولوا انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا الظرف الراهن. انا كنقول يكون مكتب، وبعد ما نبغيش نذكر الاسماء بعد استشارات مع بعض الناس والناس اللي حقيقه دابا اليوم كيساهموا باموال مهمه اللي ديال باش تكون انت دابا شتي كيف الله يخليكم، خصكم على الاقل ديروا مكتب. وكنسي جيب واحد النيه وانا اتصل بالناس ديال الجميع الاخوان في مدينه الدار البيضاء مدينه فاس. انا ما نقول اتصل بجميع المنخرطين واعضاء المكتب، الله يخليكم غندير واحد الاجتماع مصغر ما بين الوحده النهار والثلاثه العشيه قبل ما نمشيو جميعا ونخرجوا بواحد التوافق بيناتنا اللي غادي اهلا وسهلا بكم مانيساتي الساده خرواج الاهتمام من تونس المغرب الفاسي اللي غتكون بعد من قبل عندها واحد النظره شموليه علاش غيكون داخل الجمع باش ما يكونش ما انه كنتفاجئوا كاع الناس كيقولوا غنجيو لما جينا وقت الجد وقت الجمع العام حتى واحد ما جا. شنو هو السبب؟ انا بعد ما فهمت السبب، الا انت كنتي كتقول لي كدعي بانك مصاوي وكدعي بانك انت عندك مؤاخذات على الرئيس وعندك مؤاخذات على المكتب وعندك وسيدي حضر الجمع العام وقول هذه المؤاخذات امام الجامع امام الملا، لان كاين صحافه اللي غتنقل كلامك اللي غتكتب واللي غادي تديه في الاذاعات ولا كاين ديك الساعات كاين واحد التواصل تما نعرف انك كتقول واحد الكلام معقول كلام موزون. كاين بعض الناس كيمشيو للمقاهي ولا كيمشيو لبعض الاذاعات ولا كيمشيو وكيجلسوا بوحدهم داكشي اللي قال لهم دماغهم كيخولوه باش كيوصلوا لواحد شويه الناس ديال الجمهور وكيهيجوا داك الجمهور بالكذوب، حتى بالكذوب ماشي كلام اللي هو موضوعي، حتى بالكذوب. انا راسي عندي مؤاخذات على المكتب، عندي مؤاخذات على المكتب وعلى التصرف، وكون ما كانش عندي مؤاخذات كون المكتب باقي كاين اليوم والرئيس باقي كاين اليوم. ولكن كنقول ام احسن واش ننقد ولا نزيد نغرق؟ الانقاذ هو اللي نقدر ننتقد، نقدر ننتقد ولكن ما نغرقش الفريق ديالي، لان اللي كيبغي هذا الفريق خصو ينتقد، ننتقد تصرفات بعض الناس، ننتقد تصرفات بعض المسيرين، ننتقد تصرفات بعض المنخرطين، ولكن ما يمكنش نغرق الفريق ديالي ونحاول ذاك الانتقاد علاش؟ باش على الله وعسى الناس يحاولوا يمشيو في الطريق الصحيح، هذا هو اللي يمكن له خصو يكون. لما كيجي الباحث كتسمع 64 منخرط حضر 14 كانت مهزله في التاريخ ديال المغرب الفاسي، عمرها ما كانت في التاريخ ديالها. في الوقت اللي كانت المغرب الفاسي عندها 200 منخرط. ما عمر المغرب الفاسي، شوف راه هذا هو المشكل ديال المنخرط. راه الناس جاو كيضخموا ارقام. واحد كيجيب لي خدام عنده الخدامه ديالو بتعمتو بتعمتو وكيجيب كيبقى يحطوا ارقام ويحطوا اسماء، لان كيلقى هذاك الكتاب ديال المنخرط كيديه مع الدار وكيوسدو كيدور تحت خدامه ما تيخشى في دارو. ولادو ما تيقش فيهم باش يكسب. واش هذا هو هذا راه المشكل ديال الانحطاط وديال التدهور ديال الفروق الوطنيه، هو هو القانون المنخرط. لان ما كاينش كيضبط قانون المنخرط الا الرئيس. لما نكون انا رئيس نقدر نقصيك انت الساعه الفتاح ونقصي اي واحد ونقصي اللي بغيت، ونقدر نقبل اي واحد بغيت رغم ان ما مأديت سنتيم، لان انا عندي ماليات الفريق كنتصرف فيها ما كاين حتى واحد ما كيراقبني، لا دوله لا حكومه لا جامعه، حتى واحد ما كيراقب ماليات الفريق. خلينا داك الكذوب ديال الاوديت وكاين داك الهضره ديال كيجي عندك واحد سميتو اش كيقولوا ليه خبير ديال الحسابات في الجمع العام وكيعطيك حسابات، وانت شي حاجه ما مدققه.
انا بسيط الخبير اي خبير انا عطيه سيدي يدير لي يعني ديك كي يفكر العام كيقرا عليك حتى هو داكشي اللي كاين ولكن كتلقى بعض المور الخريطه راه كيديو عليهم الماليه الفريق ماشي المغرب الفاسي جميع فرق الوطنيه غادي بهذا الشكل كما هكا وكتلقى هذوك كيديو عليهم الماليه الفريق حتى واحد ما جايب شي درهم من جيو وكنطيحوا دائما في هذه المشاكل هذه باش الفرق ديالنا اي واحد دابا لما كتبغي تسمع جمعه باستثنائي كيخرج كله بالتصفيق رغم ان كاين بعض الفرق ديال الملايير تصرفات حتى واحد ما عرفش فيه تصرفات وكيصفق الجمعه وهذا التصفيق هادشي اللي حاضرين الناس اخر رساله يمكن نوجهها سي بناني للجمهور مور خارج الغايرين على المغرب الفاسي انا رسالتي اللي بعدا النص غادي نبلغها للجمهور كاين بعض الجماهير المساكين اللي مغلطين كاين بعض الجماهير كاين بعض الجماهير اللي الناس مغلطينهم مغلطينهم بزاف كيغلطوهم في الاذاعات وغلطوهم في الجرائد وغلطوهم خص هذا الجمهور يعرف شكون هو هاد المسير الحقيقي والمسير المزيف شكون هما هاد الناس اللي باغيين الخير لهذا الفريق وشكون هما الناس اللي غيجيو يتكلموا ويخلقوا شوشره كيخلقوا شوشره وكيخلقوا واحد الفتنه داخل مدينه فاس وداخل الفريق اللي كيعشقوه واحد الملايين الناس ماشي مدينه فاس راه كاين حتى خارج المغرب الناس كيعشقوا المغرب الفاسي وفي جميع الطرق الوطني الناس كيعشقوا هذا الفريق لان عنده راه فريق ديال 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 المدينه اللي عنده في العمر ديالها 1200 سنوات راه البارح الجمع العام الاستثنائي البارح راه كان عيد الميلاد ديال 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 هذه المدينه هذه ديال 1208 ديال السنوات دونك هاد الناس انا بالنسبه ليا وهاد المنخرطين انا كنطلب منهم الى عندهم بصح غير على هذا الفريق ويجي واسلي ان شاء الله الجمع العام اللي ما حضروش الاخر الله يسامح ويجي واسلي الجمع العام ان شاء الله هذا ويجي واللي عنده شي حاجه في نفسه يقولها اللي عنده شي مؤاخذه يقولها اللي عنده شي حاجه باش يصحح المسار ديال هذا الفريق مرحبا به يصحح لان الفريق راه ديال الجميع راه هو اللي ديال الامر ديال زيد الفريق ديال كلشي خصو يكون يحضر ويحاول ينقذ ما يمكن انقاذه. شكرا سيدي النامي على هذه الصفقه وكنشكرك. انا بدوري كنشكركم على ان شاء الله الرساله اللي توصلوا تبلغوا لهذا الجمهور العريض والجمهور المحب والجمهور الغيور ديال المغرب الرياضي الفاسي لان كيتسنى انا في حالي انا راه واحد من الجمهور كنتسنى حتى انا ندخل للملعب ونكون فرحان ونكون شهر ناشط في هذه السن هذه بعد ما شفت مع المغرب الفاسي سنين اكثر من 40 و50 سنه وانا كنشط مع المغرب الفاسي وبغيت اليوم نشوف عاوتاني اخرى ما هذه السن هذه نشوف عاوتاني نبقى نكمل حياتي بالنشاط مع المغرب الفاسي اللي بديته من السنين هذه.